سادتي وسادتي مشاهدي بوابة الجمهورية أونلاين، نحن الآن أمام محطة قطار الملك فؤاد بمدينة كفر الشيخ، حيث كانت هذه المحطة مهملة طيلة 60 عاما متتالية، حتى قامت هيئة البريد مؤخرا بتطويرها وتحويلها إلى مكتب بريد نموذجي. وهذه المحطة كانت مخصصة للملك السابق فؤاد وللملك فاروق، حيث كانوا يأتون عبر قطارات السكة الحديد ويقومون بالنزول فيها، وبعد ذلك يستقلون سيارتهم إلى قصر الملك فؤاد وقصر الحاشية الخاصة به، ويوجد بجواره مطبخ الملك ومسجد الملك فؤاد. كل هذه الأشياء أصبحت آثار حاليا، وتم استغلال محطة قطار الملك فؤاد مؤخرا إلى مكتب بريد نموذجي، حيث شريط السكة الحديد ما زال كما هو يمر من هذا المكان، ولكن الدولة مشكورة بدلا من ترك المحطة في هذا الوضع المأساوي قامت بتطويرها بهذا الشكل، وأصبحت مكتب بريد نموذجي يؤدي الخدمة العامة للمواطنين بدلا من تركها مهملة في هذا المكان. ونأمل من المسؤولين من المحافظة أن تمتد يد التطوير إلى باقي المنطقة، حيث للأسف الشديد توجد بيوت ومنازل بدائية ما زالت في حاجة إلى تطوير شامل من أجل تقديم الخدمة النموذجية للمواطنين، حيث أن هذه المحطة ما زالت من الآثار وتم تطويرها لتكون مكتب بريد نموذجي كما ترون سيادتكم. نحن الآن داخل المحطة ونشاهد على الطبيعة المنظر العام من الداخل، وشكرا مع تحياتي وتقدير عبد القادر الشاطفي البوابة.